صباح الخير مشاهدينا، أحوال طقسنا اليوم. عم تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية بطبقات الجو العليا. بيكون الجو صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. نتوقف هلأ مع درجات الحرارة التفصيلية بالمحافظات السورية. وهذا كان كل شيء لأحوال طقسنا اليوم، شوفكم بكرة نشرة جديدة. باي.